السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا قبل فترة انتشر فيديو لمعرفة أفضل مكان لوضع الراوتر للآيفون. الآن سنشرح في المنزل، طبعا وضع الراوتر في المنزل. الآن سنشرح الطريقة بالنسبة للأندرويد. في البداية نتجه إلى متجر جوجل بلاي، ننزل هذا التطبيق نتورك سيل انفورم لايت، طبعا حجمه صغير جدا تقريبا 2.5 ميجا. بعد ذلك نفتح التطبيق. كما تلاحظون العداد هذا في الأسفل هو عداد إشارة قوة إشارة الواي فاي، كلما زاد عندك الناقص معناته الإشارة أقوى، إشارة الواي فاي أقوى كلما زاد عندك الناقص. يعني الآن ناقص 60. الآن مثل ما تلاحظون سأمشي في المنزل، كما تلاحظون الإشارة الآن تنقص، صارت ناقص 48. طبعا كل ما تتحرك في المنزل تتحرك الإشارة لديك، وكل ما زاد الناقص فهذا العداد. فهذا أفضل مكان، كما تلاحظون هنا ناقص 42. طبعا أفضل مكان هو أسوأ نتيجة، هي ناقص 120 أسوأ نتيجة، حيث لا تستطيع تحميل الفيديو والبرامج. وأفضل نتيجة هي ناقص 40 تقريبا. طبعا هذا حيث يكون عندك النت سريع جدا. هذا كل شيء بالنسبة للشرح، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.